لمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أهلا بحضرتك معنا دكتور. والمشهد الذي تابعناه اليوم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرشحين الثلاثة الذين خاضوا الانتخابات وتبادل الرؤى والطرح المختلف، كيف قرأت هذا المشهد؟ اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا لا، انا شايف ان المشهد ده تاريخي واستثنائي بكل المقاييس، ولا نبالغ ان قلنا انه لم يشهد له التاريخ المصري المعاصر شبيه. يعني دي اول مرة تعقد انتخابات رئاسية تعددية شفافة على الهواء مباشرة، مراقبة من المؤسسات العالمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الشكل، بهذا الحضور الكثيف، ثم يعقبها لقاء الرئيس المنتخب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنافسيه لتقديم نموذج على الحقيقة لديمقراطية مصرية لم نرها في حياتنا بهذا الشكل، وتدشن لعصر جديد من السياسة الداخلية المصرية ورؤية الأحزاب والعمل السياسي. ونستطيع نقول ان قطار التنميه السياسيه المصريه وصل الى محطه غايه في الاهميه. وطبعا انا في تصوري ده هيكون ليها شكل كبير جدا في شكل الدوله المصريه وتقديمها لنموذج ديمقراطي مبني على خلفيه الحوار الراقي الناضج بين الاطراف، حتى ولو كان هذا الحوار بين موالاه وبين معارضه، مبني على برامج، مبني على الاحترام. وشفنا حملة محترمة جدا تعلي من القيم المصرية ما بين المتنافسين، لم يتجاوز احد فيهم في القول او في الفعل. لا، كل واحد كان مركز في برامجه. فعايزين نقول ان دي مصر الجديدة، وان هو فعلا كما وعدنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال ما عملنا بنية تحتية في الدولة المصرية وطرق وكباري ومشاريع فإحنا دلوقتي حطينا الأساس وبننطلق دلوقتي فيما يتعلق بالتنمية السياسية ورسم شكل النظام السياسي المصري اللي كنا بنحلم بيه وكنا بنتغنى بيه من دستور 23، يعني من 100 سنة، يعني شايفين تطبيقه العملي. وطبعا دي خطوة أولى مهمة جدا لبناء بقى ونستكمل ما بدأناه في بناء شكل دولة مصرية حضارية. نعم. يعني عظيمة تليق بالدولة المصرية على الحقيقة. طيب، يعني كما ذكرت حضرتك هذا المشهد هو مؤشر ومبشر لما بعد في جمهورية جديدة فيها تعددية سياسية واحتواء لكل الأطراف واحتواء لكل المؤسسات التي تعمل في السياسة. لكن طرف أيضا مهم في هذه المعادلة هو الشباب الذي نزل وشارك في الانتخابات الرئاسية وكان لي فاعلية كبيرة في الحقيقة. إلى أي مدى أنتم كحزب من خلال هذا المشهد، من خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع منافسي في الانتخابات، إلى أي مدى يمكن للأحزاب أن تعمل على احتواء الشارع المصري، احتواء الشباب، احتواء عظيمات مصر كما نذكرهم دائما؟ بالتأكيد المشهد في الانتخابات كان له الكثير من الرسائل والدلالات، فإلى أي مدى أنتم كحزب قادرون على فكرة الاحتواء، فكرة الفاعلية على الأرض؟ خليني أقول لك إن هو طبعا مجموعة الحاجات اللي حصلت في السنوات الأخيرة وأبرزها الحوار الوطني ثم توجناها بالانتخابات الرئاسية، لا طبعا دي مدية أنا قوة كبيرة جدا كأحزاب، يعني قوة دفع رهيبة ومبرر وأمل وطموح. يعني احنا كأحزاب شفنا رؤساء الأحزاب بينافسوا على رئاسة الجمهورية بهذا الشكل الحضاري، ففي أمل وفي انفتاح. لما نيجي نتعامل مع الشباب ونبشر بالعصر الجديد، نبشر بشكل دولة لدينا يعني ما نبرر به، ونستطيع ان احنا نعطيهم هذا الكلام ونرسم مسارات ونقول لا، القادم ليه شكله كذا، وممكن ان نتطور في الشكل الفلاني. ولو عندنا اراء احنا نقدر
نطرحها وعندنا وسيلة وإحنا حققنا إنجازات في الحوار الوطني، لما طالبنا بالإشراف القضائي خدناه، لما طالبنا بشكل انتخابات نزيهة ليها شكل معين إحنا موجودين، ومهما كان رأيك تستوعبك البلد. لا ده طبعا بيدي قوة دافعة جدا للأحزاب في قدرتها على التعامل مع الشباب وإعدادهم بشكل جيد وفتح الأفاق ليهم وإحساسهم إن هم ليهم فرصة في بلدهم بشكل حضاري ومنظم. ده غير الفخر بقى اللي بيشعر به الشاب لما بيشعر ان هو بالنسبه له في وسط المنطقه مصر متقدمه في هذا المجال، بدات تقطع شوط حقيقي بتنافس في الديمقراطيات الغربيه. اذا جمهوريه جديده فيها تعدديه حزبيه، فيها تعدديه سياسيه، كما راينا خلال المشهد في الصباح استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتاكيد لمنافسيه، دلاله ومؤشر على خير كبير في جمهوريه جديدة. دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.